تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الفخري الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلق السباق الليلي على كأس سموه للعموم لفئة 120 كيلومتر والسباق التأهيلي الدولي والمحلي لمسافة 48 كيلومتر. وتابع السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد اسطبلات الخلدية الذي انطلق عصرا بمشاركة نخبة من فرسان الفريق الملكي والاسطبلات المحلية بالإضافة إلى فرسان من المملكة العربية السعودية والأردن والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تنظيم السباق الليلي والذي شارك فيه نخبة من فرسان الفريق الملكي والاسطبلات المحلية، حيث يأتي هذا السباق في ختام الموسم المحلي للقدرة، مؤكدا سموه على قوة المنافسة للسباق واستعداد الفرسان وحرصهم للفوز بالمراكز الأولى في ختام الموسم، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الفريق الملكي لخوض التحدي والمنافسة بقوة على اللقب. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره وشكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعمه لرياضة القدرة، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم في تطوير رياضة القدرة بالمملكة، وأن هذا الدعم من الأسباب التي تساهم في نجاح سباقات القدرة وتميزها، وبأن المشاركة الكبيرة من فرسان البحرين في هذه البطولة تؤكد الرغبة لدى الجميع في المنافسة المشروعة لكل الفرسان من أجل الحصول على المراكز المتقدمة في السباق والوقوف على منصة التتويج في البطولة الغالية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن المرحلة الأولى من السباق شهدت منافسة قوية في السباق من خلال الاستعدادات الكبيرة لجميع الاسطبلات، مشيرا إلى أن السرعة العالية في المرحلة الأولى تبشر بسباق قوي ومثير وتنافس حقيقي على لقب السباق. كما أجري الفحص البيطري قبل انطلاق السباق بإشراف نخبة من الأطباء البيطرة.